بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثالث من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 62 بعد 306,000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، الشك من الراوي، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي. تهتش له يعني تغير هيئتك، تستعد للقائه، فلم تهتش له ولم تبالي. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذه الرواية أخذ منها المالكية أن الفخذ ليس بعورة ولا حجة لهم فيها. لماذا؟ لأنها على الشك، قال فخذه أو ساق، فاحتمال كان ساق، فهي على الشك، فلا نستطيع أن نحدد. وبالتالي لم يأخذ الشافعية بها ولا حتى الأحناف في تحديد العورة يعني، لكن المالكية عندهم في مذهبهم أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، ليس بعورة مغلظة، يعني قسموا العورة إلى مغلظة وغير مغلظة بناء على هذا الحديث. والعورة المغلظة إذا هي القبل والدبر، إذا ظهر في الصلاة تبطل الصلاة. أما العورة المخففة عند المالكية فيحرم إظهارها في الصلاة ولا تبطل، يعني إذا ظهرت يحرم عليه يأثم ولا تبطل صلاته. أما عند الشافعية وغيرهم فتبطل الصلاة بإظهار جزء من العورة، وأنهم لا مغلظ ولا مخفف، العورة عورة من الركبة إلى السر للرجل وما حازها من الخلف، والمرأة كل بدنه، كل البدن إلى الوجه والكفين، هذه عورتها في الصلاة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، يعني متغطي بإيه؟ بثوب عائشة. متغطي أدي معنى لابس، لابس يعني متغطي. فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني يستحي فلا يقول حاجته. لما يرى النبي على هيئة يعني إيه غير مستعد للقاء الناس، فممكن يستحي سيدنا عثمان فلا يقول حاجته. فالنبي إيه ظهر أمامه بهيئة مستعد للقاء الناس حتى يقول له حاجته. وعن أبي قال: حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة، يعني بستان، حائط بمعنى بستان، وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر، يعني طلب الإذن، يعني استفتح يعني طلب الإذن للدخول، كأن أبو موسى الأشعري كان بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال لي على بلوى، يعني قال: فقال: اللهم صبرا، أو اللهم أو الله المستعان. وهذا فيه علامة من علامات النبوة والإخبار بالغيوب، أنهما يموتون على الإسلام، وأنهم يموتون على هيئة حسنة، وأنهم من أهل الجنة، وأن عثمان تصيبه بلوى وهو حصار بيته في آخر خلافته وقتله بيد المسلمين. كل دي إخبار بإيه؟ بعلامات النبوة، وهي أمور غيبية لا يعلمها إلا نبي يوحى إليه. وفيها أيضا حسن إيه؟ رد سيدنا عثمان واستجابته ورضا بقضاء الله، لما قال له على بلوى قال: والله المستعان. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري راح للنبي إمتى؟ بعد فتح خيبر مع أصحاب السفينة وجعفر. يبقى الحديث ده قصته بعد السبعة من الهجرة، يبقى قصة الحديث ده تقريبا
في السابع من الهجرة، يعني بعد فتح خيبر وكانت في السابع من الهجرة، عشان تعرف قصة يعني ايه لابد ان يكون بعد ذلك الحديث. ليه؟ لان ابو موسى الاشعري اول مجيء له للنبي بعد ان اسلم قديما. ابو موسى الاشعري اسلم قديما والنبي في مكة، والنبي كان المسلمون في هذا الوقت مستضعفون، فامره النبي ان يعود الى بلده اليمن، فاذا سمع انه هاجر يأتيه. فهم؟ فلما سيدنا ابو موسى رجع اليمن وسمع ان النبي هاجر، قام ركب مركب من اليمن عشان تنزله في جدة البحر ويطلع منها على المدينة. فحصلت عاصفة، هو والاشعريين اللي معاه كمان، هو ومجموعة الاشعريين، حصلت عاصفة في البحر فرست المركب على الحبشة، ما قدرتش تمشي. دخل الحبشة لقى جعفر، سيدنا جعفر بن ابي طالب ومهاجري الحبشة موجودين في الحبشة، فعاش معاهم، عاش معاهم 7 سنين لحد ما جم مع اصحاب السفينه مع جعفر في فتح خيبر. فين دي قصه الاشعريين، حتى ان النبي قسم لهم من خيبر، معروف القصه. سيدنا ابو هريره برضو اسلم في بعد مع فتح خيبر، سيدنا ابو هريره ايضا. يبقى انت ممكن من راوي الحديث تعرف زمن الحديث، ودي برضو مبحث لطيف. فاهم؟ لو انت عايز تعرف متى بشرهم بالجنة، متى تشوف مين الراوي، الراوي اسلم امتى، كان في مكة ولا كان في المدينة، فتعرف من هذا زمن رواية الحديث، وده علم عزيز قل من نبه عليه. اخبرني ابو موسى الاشعري انه توضا في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو موسى صلى في بيته ركعتين وقال ان النهارده حلزم النبي اخدمه، يعني اروح النهارده طول اليوم هيشتغل خدام عند النبي يقضي له حوائجه وغيره. فراح المسجد، فين النبي؟ بيسأل عليه، قالوا له هناك في حائط. فهمت ازاي؟ فقالوا خرج وجه ها هنا، يعني في الجهه دي، وجه ها هنا يعني في هذه الجهه. فقالوا خرج وجه ها هنا، قال فخرجت على اثره اسأل عنه. ماشي في الجهه وكل واحد يقول له شفتوا النبي راح فين؟ شفتوا النبي راح فين؟ كل واحد يقول له هنا هنا هنا، لحد ما دخل الحائط. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل بئر اريس. بئر اريس كانت موجوده في حائط في بستان كبير حوالين نخل كبير. فهمت؟ بئر اريس اللي هو وقع فيها خاتم ايه؟ النبي بعد كده من ايد سيدنا عثمان. فهمت؟ حتى دخل بئر اريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. يبقى النبي كان خرج من المسجد لحاجة، حاجة الإنسان، ثم توضأ من بئر عريس وقعد صلى الله عليه وسلم شوية. فسيدنا أبي موسى من أدبه فضل قاعد في الخارج حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر عريس وتوسط قفها. القف ما يجلس عليه حول البئر، يعني بيعملوا دكة حوالين البئر عشان اللي عايز يقعد حوالين البئر يقعد عليه. فهمت ازاي؟ زي الدكة اللي بيعملوها على شط النيل كده تقعد عليه. فهم؟ ادي اسمها قف البئر. يبقى قف البئر ما يوضع للجلوس عليه على حافة البئر. قد جلس على بئر عريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. والنبي راح ايه؟ مدلدل رجليه في البئر، ايه غطسهم في الماء كده وجالس على حافة البئر على القف البئر. كويس؟ قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. السلام عليك يا رسول الله، انا قاعد عند الباب هنا لو في اي خدمة انا مستعد. فين؟ وراح قاعد على الباب. فقلت لأكونن بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني محدش هدخل واحد على النبي الا بالاذن.
ده كنا بوابه رسول الله، يعني ايه؟ يعني مش هدخل اي واحد من الباب هنا الا بالاذن. فجاء ابو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر، فقلت على رسلك. استنى ما استاذن، هيعمل وظيفته بقى. فقال ابو بكر، فقلت على رسلك، يعني بالراحه شويه، استنى. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن، فقال اذا له وبشره بالجنه. قال فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه. قال فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد متبسط كده وحاطط رجليه في البئر، ما رضاش يقعد هو، ما يعملش زي النبي، لاحسن النبي يستحي يقوم يرفع رجليه بقى ويقعد. ده من برضه حسن العشر، يعني عشان يعني خليك زي ما انت وانا هعمل زيك. فهمت ازاي؟ ده من باب ايه؟ المحبه، يعني عايز يخلي النبي على هيئته، لا يغير هيئته. فلما لقى النبي حاطط رجليه في الميه وترى قاعد جنبه على يمينه، وراح قلع شبشبه نعله وحط رجليه في الميه، وجلس مع النبي على نفس الهيئه حتى لا يكلف النبي ان يغير هيئته. وهذا من باب حسن العشرة يعني. ثم رجعت، مين اللي بيقول ثم رجعت؟ أبو موسى بقى، وصل سيدنا أبو بكر وعمل المهمة بتاعته وبشره بالجنة. فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. وكان سيدنا أبو موسى لما قال أنا هتوضأ وأروح أخدم النبي النهاردة، كان أخوه بيتوضأ قال له بقى حصلني واقعد معايا. سيدنا أبو موسى كان قايل لأخوه وهو بيتوضا انا رايح اخدم النبي النهارده وبحصلني. فسيدنا ابو موسى قاعد بقى بيقول يا رب اخويا يجي يتبشر بالجنه يا رب، ادام اللي بيجي الوقت بيتبشر بالجنه فهو مستني اخوه بقى يجي. فاهم؟ فجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني، فقلت ان يرد الله بفلان يريد اخاه خيرا ياتي به. فاذا انسان يحرك الباب، كانوا ما يستأذنوا كان الباب كده يبقى عليه حاجة كده ايه معلقة كده متحركة، يقوم يعمل كده يحك في الباب، يقوم ايه باب يستأذن. واحيانا كانوا يخربشوا كده، يعني كان باب حجرة ستنا عائشة كان جلد مش خشب، فكانوا يستأذنوا يعملوا يهرشوا فيه كده بإيديهم يحكوا. يعني كان النبي عايش حياة بسيطة لطيفة صلى الله عليه وسلم، وكان اللي يحب ان يتكلف شيئا، ولو اراد ان يعيش في القصور لبنى قصورا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان متخفف. فاذا انسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. برضه نفسه استنى شو. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن، فقال اذا له وبشره بالجنه. يا فرحه بقى كبيره، كان ايه؟ يا ريت احنا كمان كنا دخلنا وراء سيدنا عمر ولا حاجه، لكن ما كناش لسه جينا، كناش اتولدنا. فجئت عمر فقلت اذا اذن، يعني فقلت له اذن، يعني النبي اذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. سيدنا عمر دخل لقى سيدنا رسول الله قاعد من دلد رجليه، وابو بكر قاعد من دلد رجليه، فراح ايه قاعد هو على يسار النبي وراح مدلدل رجليه زيه صلى الله عليه وسلم، على نفس برضه الهيئه عشان لا يكلفهم ان يغيروا هيئتهم. ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا، يعني اخاه ياتي به. كل شويه قاعد يقول يا رب اخويا يجي. فجاء انسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذا لا وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يبقى برضو ده إخبار زائد، الجنة وبلوى، وكل ده حصل، كل ده حصل. الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة، لما واحد يقول لك اثبت إن نبيك نبي، تقوم بقى تجيب القرآن آية كبيرة فيها كل الغيوب. القرآن ده مليان بالمغيبات، قصة سيدنا يوسف دي مش غيب، قصة سيدنا موسى وولادته دي مش غيوب، قصص الأنبياء السابقين كلهم وكانوا غير عرب ويتكلموا لغة غير العربية دي مش غيب. فالقرآن كله إخبار بالغيوب،
فهمت ازاي؟ دي علامه كبيره من علامات نبوه تدلل بها على نبوه النبي. ثم تاتي بمثل هذه الاحاديث التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على اشياء حدثت كما اخبر بعد وفاته بسنوات طويله. كل ده علامه من علامات النبوه، لان للاسف قابلت كثير من المسلمين واقول له ما هي علامه نبوه نبيك؟ يقعد ساكت كده كانه اول مره يتسال السؤال. هو اتولد على طول ان سيدنا محمد رسول الله، اول ما يسمع اسمه صلى الله عليه وسلم خلاص عمره ما، لانه عايش طول عمره في وسط مسلمين عمره ما تعرض لهذا السؤال. فهمت ازاي؟ لكن لو انت هتعيش مع غير مسلمين ممكن تتعرض لهذا السؤال، فلابد تبقى جاهز بالاجابه. والوقت اصبح عن طريق النت وعن طريق الفيسبوك، ممكن تبقى انت قاعد في بلدك وبتكلم واحد في لندن وفي فرنسا وفي كل العالم، فممكن تتعرض لهذا السؤال منهم. فهمت؟ فلابد تبقى جاهز. كيف تدلل على الاخبار بنبوه نبيك؟ اولا انه جاء بالمعجزه، وعندك معجزات النبي بابها واسع، القران نفسه معجزه. فهمت ازاي؟ مش معجزه واحده، ده كل ثلاث ايات في القران معجزه، والقران 6342 آية تقريبا بالعد الكوفي تقريبا. يعني لو قلنا 6000 آية تقسم على 3 يبقى القرآن 2000 معجزة. ده أنا مش بمعجزة واحدة، ده احنا القرآن دي 2000 معجزة، كل 3 آيات وجوه الإعجاز فيها كتيرة، فتتفك ب 10 20 30 معجزة. لأن في وجوه إعجاز بيانية، وجوه إعجاز إخبارية، وجوه إعجاز بلاغية، وجوه إعجاز غيبية، ووجوه إعجاز توافق العلم الحديث. فكل 3 آيات مش معجزة واحدة، ده معجزة تفكها عشرات المعجزات. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لو بدأنا بالقرآن ممكن نقعد فيه طول عمرنا ولسه ما خلصناش معجزة القرآن. فهمت بقى إزاي؟ لكن بالرغم من ذلك النبي له معجزات حسية أخرى، واخد بالك؟ زي انشقاق القمر، وزي الإسراء والمعراج، وزي الإخبار بالمغيبات، والتبشير بالجنة، وتكثير الطعام، وحنين الجزع، وطوع الجمادات له والنباتات. يعني يشير للشجرة تيجي تمشي، هي الشجرة بتمشي؟ لو حيوان يمشي نصدق، إنما شجرة تمشي حاجة غريبة. حدث ذلك كثيرا، كان في السفر بتاعه يبقى الدنيا صحر، وهو النبي كان إذا أراد أن يقضي حاجته يحب إن هو إيه يستتر بشيء، فيقوم يرى شجرة بعيدة يقوم يشير إليها تقوم تجيله لحد ما تستر عليه، وبعدين يشاور لها ترجع تاني. واخد بالك؟ وأتت إليه الأشجار تمشي على ساق بلا إيه؟ بلا قدم. كل دي معجزات كثيرة لنبيك بقى، اقعد بقى اجمع منها. لو واحد سألك هذا السؤال ممكن تقعد تجاوبه شهرين، مش هتجاوبه في سطر، ده انت تقول له احنا عايزين نقعد كده شهرين نجاوب. معجزات كثير، فلابد تبقى عارف معجزات نبيك عشان تنصح له وتعرف الناس به. فلا تجعل مثل هذه الاحاديث تقراها كده ثقافه وتجري، لا، دي احاديث مهمه فيها علامه من علامات نبوك نبوه نبيك. يقول له ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان الجنه بس هتصيبه بلوى. وبعدين نيجي نقرا سير هؤلاء بعد وفاه النبي اللي هي حدثت كما اخبر صلى الله عليه وسلم. قال فدخل فوجد القف، دخل سيدنا عثمان فوجد بقى القف، وسيدنا رسول الله قاعد، وجنبي سيدنا ابو بكر على يمينه، وسيدنا عمر على يساره، فراح قاعد هو في مقابلهم. مفيش بقى مكان ايه يقعد جنبه. ليه بقى ما رضاش يقعد جنب احدهما؟ عشان هيبقى بعيد عن النبي، هو عايز يبقى وجهه للنبي عشان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الاخر. قال شريك فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. ودي برضو من فراسة سيدنا سعيد بن جبير ومن التابعين، قال يا أخي سبحان الله كموضع قبورهم، هم الثلاثة اتدفنوا في قبر واحد، وعثمان اتدفن في البقيع وجهاتهم بعيد عنهم. فبرضو دي من فراسة الراوي. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد
ناحية المقصورة، المقصورة الشريفة اللي هي قبر النبي يعني. قال أبو موسى سموها مقصورة لأنها قصرت عن المسجد بجدار، يعني قصرت صارت مقصورة عن المسجد بجدار، فسموها مقصورة لأجل ذلك. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته، فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف. الأموال اللي هي البساتين اللي هي ملك المسلمين، ملك بيت المسلمين، النبي كان يشرف عليها ويخرج منها لفقراء المسلمين، اللي هي مملوكة للمسلمين. فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان، ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. وعن أبي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته، فخرجت في إثره، واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بهم في الدارين آمين. ونقف على باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدار كلماتك وكما تحب.